السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة، وعيد سعيد عليكم يا رب. النهاردة معانا فتح علبة الاير بودز 2 وشرح مميزاتها، وهل تستحق الشراء بعد كل الفترة دي من صدورها لغاية النهاردة. وطبعا السماعات مش جديدة، لان صدرت بعديها الاير بودز برو، واللي بتتميز بميزة رئيسية وجميلة جدا، ألا وهي النويز كانسليشن أو عزل الضجيج. لكن الأمانة بعد تجربتها وجدت إنها غير مريحة زي الجيل الأول من السماعات دي، واللي اتعودت عليها بشكل كبير. يعني بعد فترة مش بتحس إنك لابس حاجة مع الإيربودز الجيل الأول أو التاني، على عكس تجربتي للبرو واللي كانت مزعجة إلى حد كبير جدا، خاصة مع رؤوس السيليكون واللي بعض المستخدمين أبدوا انزعاجهم منها. لكن مفيش شك إن فيها من الخصائص الكثيرة والمميزة اللي تخلينا نشتريها. لكن النهاردة أكيد كلامنا كله عن الإيربودز 2، ونبتدي إن شاء الله دلوقتي إن احنا نعمل عملية فتح للعلبة، وبعديها إن شاء الله نستعرض المميزات. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ فتح العلبة. طبعا ده اليوزر جايد، ودي كتيبات في الغالب ما حدش بيقرا فيها حاجة، ودي الايربودز بتاعتنا. وما فيش اي حاجة العلبة تاني غير الشاحن، والشاحن لايتنينج مفيش جديد فيه. بالنسبة للشكل ومقارنته بالجيل السابق، فما فيش اختلاف يذكر إلا في اللمبة الأمامية، واللي بتعرف من خلالها حالة الشحن. بمعنى لما بتحط الكيس ديت على الشاحن اللاسلكي بيكون لون اللمبة باللون البرتقالي. في حالة انها محتاجة شحن ولما بتكمل الشحن بيتحول لون اللمبة باللون الاخضر. السماعات دي بتيجي بمميزات جميلة وهتستمتع بيها قوي، خاصة لو كنت بتملك منتجات ابل زي الايفون والايباد وخلافه، لانك بمجرد اقتران السماعات بالايفون بتتسجل على كل الاجهزة تلقائيا، ومش محتاج تعرفها او تعمل لها عملية بيرنج. ومجرد ما بتفتح العلبة وتلبس السماعات تلقائيا بتكون جاهزة معاك ان هي تشتغل وتسمع بيها اي شيء. الميزة التانية، وعلى فرض انك عايز تسمع اي حد بيكلمك وانت بتسمع حاجة او عايز توقف اللي انت بتسمعه مؤقتا، كل اللي عليك انك بتشيل سماعة واحدة بس من ودانك، تلقائيا بيتم ايقاف المحتوى اللي بتشوفه او بتسمعه بشكل فوري. ولو رجعت السماعة لودانك تاني هيشتغل المحتوى برضو بشكل تلقائي. الميزة الثالثة هي وجود المساعد الشخصي سيري من خلال السماعات، فمجرد انك تقول هي سيري وتأمره بالاتصال بأي حد انت عايز تكلمه، ثواني، بأي حد عايز تكلمه بشكل فوري وبدون استخدام اليد ممكن ان انت تتصل بيه. ولو حابب تبعت رسالة وانت بتسوق ممكن تقول برضو هي سيري وتبعت وتقول مثلا send message to محمد، send a message to محمد على سبيل المثال. Hey Siri, send a message to Adam. What do you want to say? I will arrive after half hour. Your message to Adam says I will arrive after half hour. Ready to send it? Yes. Okay, it's sent. أو إن هي تقرأ الرسائل الجديدة اللي بتجيلك أثناء القيادة بتاعتك. كمان أنت تقدر تخصص وظائف مختلفة لكلا السماعتين، اليمين والشمال. يعني على سبيل المثال ممكن تخصص للسماعة الشمال انه ضغطتين عليها ممكن تسمع التراك التالي او التراك السابق، والسماعة اليمين ممكن تخصصها لتوقيف او تشغيل المحتوى. ده لو مش عايز تشيل السماعات من ودانك.
وللأسف مفيش غير هي دي التخصيصات، مش أكتر من كده. السماعات من ضمن مميزاتها انها بتعرف انك بتتكلم بفضل حاجة اسمها مقياس تسارع، بيتعرف على الكلام وبيعمل مع ميكروفونين بتكنولوجيا سمتها أبل بالتكوين الشعاعي للتخفيف من الدوشة المحيطة بيك والتركيز على صوتك، لكن ده مش معناه انها فيها خاصية النويز كانسليشن. وبالمقارنة بسماعات السلكية اللي بتيجي مع علبة الايفون، وجدت حقيقي فرق مذهل في الكواليتي بتاع الصوت. البطارية بتيجي بسماعات تقدر تكمل معاك 5 ساعات مستريح بعملية شحن واحدة، ولما بيخلص الشحن وتحطها في الشاحن بتاعها ممكن بربع ساعة فقط تكمل معاك لمدة 3 ساعات. الكيس او علبة الشحن بتشحن ديك السماعات لمجموع 24 ساعة كاملة، يعني ان شاء الله ممكن تشحن علبة السماعات بعد 4 ايام بشكل متوسط. السماعات تقدر تشارك الصوت لأي حاجة بتسمعها مع أي حد معاه الإيربودز، كل ما عليك هو إنك تقرب السماعات الإضافية وهي في علبتها من أي جهاز آيفون أو آيباد، وبعد كده بتتم عملية المشاركة بشكل سهل وطبيعي. نيجي للسؤال المهم، هل بعد كل الفترة دي من صدور الإيربودز اللي هي تقريبا 1.5 سنة، هل انت تقدر ان انت تشتريها وتستحق الكلام ده، وخاصة في وجود منافسين في السوق بأسعار اقل من كده؟ الاجابة على السؤال ده في الاتي: 1. لو معكش احد منتجات ابل فاعتقد انه هيبقى اختيارك خاطئ بشكل كبير جدا انك تشتري السماعات دي. اما لو انك معاك ايفون ومش مهتم بموضوع العزل النويز كانسليشن فانصحك جدا بانك تقتنيها، واكيد هتستفيد بكل ريال حطيته فيها بشكل. اما بقى لو انك مهتم بالنويز كانسليشن فانصحك بالايربودز برو. التكامل الكبير والايكو سيستم المربوط باجهزتك كلها وخاصيه العزل الرائعه، لكن نصيحه، حاول تجربها مع احد اصدقائك عشان تتاكد انها مريحه لودانك، خاصه لو كنت متعود زي على الجيل الاول او الثاني من الايربودز. الاسعار بالنسبه للسماعات بعلبه الشحن العاديه 650 ريال، وفي بعض العروض لبعض المتاجر بتوصل ل 500 ريال، ومع علبه الشحن اللاسلكيه بتوصل ل 850 ريال، وبعض المتاجر بتعرضها ب 600 ريال في بعض عروضها. اما عن سعر البرو فتقريبا بيبقى في حدود ال 1100 ريال. يا رب تكونوا استمتعتم واستفدتم بالحلقه، ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه لو عجبتك الحلقه، ولو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي في الكومنتات تحت وانا هرد عليكم ان شاء الله، ونشوفكم على خير والى اللقاء.